رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني دوغا دوغية لوكسمبورغ الكبرى بالعيد الوطني. اللواء الزبيدي يستقبل أبناء صعدة ويشدد على أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة سلما أو حربا. وفي منتصف يوليو المقبل استئناف رحلات اليمنية بين مطاري الريان ودبي، ومحافظ حضرموت يبحث الترتيبات الخاصة لإنجاح الرحلة. السيدة والسادة، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الرابعة من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي. والبداية مع خبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية، الذي بعث برقية تهنئة إلى الأمير هنري الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للأمير هنري، راجيا له وافر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. وفي العاصمة المؤقتة عدن، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي بالقصر الرئاسي عددا من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة. وجدد اللواء الزبيدي دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي الجهود الشعبية والقبلية المخلصة، مؤكدا أن تحرك أبناء صعدة سيعطي الدافع لأبناء المناطق الأخرى للبدء بتشكيل مقاومة حقيقية تفضي إلى التخلص من هذه الميليشيات. من جانبهم، جدد الحاضرون من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة موقفهم المساندة للواء الزبيدي، مؤكدين استعدادهم للتحرك وتقدم الصفوف لمواجهة هذه الميليشيات. تستأنف الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها الجوية المباشرة بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك ابتداء من منتصف شهر يوليو القادم. وبحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي اليوم بالمكلا مع رئيس الخطوط الجوية اليمنية مكتب المكلا وليد فلهوم، بحث الترتيبات الخاصة لإنجاح الرحلة، مشيرا إلى أن استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين يأتي في إطار جهود قيادتي البلدين الشقيقين، ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية، وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادة التحالف العربي، منوها بالجهود التكاملية بين السلطة المحلية بحضرموت ومعالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تبذل جهودا لتوسيع وزيادة وجهات الرحلات من وإلى مطاري الريان وسيئون، وذلك بهدف تسهيل تنقل المواطنين وتفعيل النشاط السياحي. هذا وقد جدولت الرحلات ابتداء من 15 من يوليو 2024 بمعدل رحلتين أسبوعيا على النحو الآتي: الاثنين عدن الريان مطار المكتوم بدبي عدن، الجمعة عدن الريان مطار المكتوم بدبي الريان عدن. ومن شأن هذه الرحلات أن تسهم في اعتماد رحلات إضافية بين مطاري الريان وعدن. وفي الشأن الفلسطيني، اقتحم مستوطنون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، ذلك على شكل مجموعات منفذين جولات استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. هذا وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. وما زلنا في الشأن الفلسطيني، حيث أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضح وزير الخارجية الكوبي في بيان أن كوبا قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن مبادرة هافانا تأتي متوافقة مع التزامها الراسخ والمستدام بدعم الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار حكومة أرمينيا لاعتراف بدولة فلسطين،
أكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي أن هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة يعبر بوضوح عن التحول النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيال مظالم الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته، مشيدا بالموقف المسؤول والنبيل لجميع الدول التي اتخذت هذه الخطوة المهمة والعادلة. وإلى أحوال الطقس مشاهدينا الكرام، حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، رياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة رطبة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا، فيما تشهد أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع تشكلات من السحب الرعدية المتفرقة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا ومعتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة مع نشوء سحب رعدية متفرقة على رؤوس الأودية ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة شديدة الحرارة نهارا إلى دافئة ليلا. والآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس العام نتابع. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ دوغا دوقية لوكسمبورغ الكبرى بالعيد الوطني. اللواء الزبيدي يستقبل أبناء صعدة ويشدد على أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة سلما أو حربا. وفي منتصف يوليو المقبل استئناف رحلة اليمنية بين مطاري الريان ودبي، ومحافظ حضرموت يبحث الترتيبات الخاصة لإنجاح الرحلة. مشاهدينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.